غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبري كرمت النجمة الكبيرة نادية لطفي عن مشوارها الفني، وأهدى رئيس الغرفة للساحرة درعا خاص ومعه شهادة تقدير. تواجد خلال التكريم المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، ومدير التصوير سمير فرج، والمنتج محسن عالم الدين، والفنانة دلال عبد العزيز اللي أهدت النجمة الكبيرة نادية لطفي تورتة مرسوم عليها صورتها، وهو الأمر اللي أسعدها جداً.